نبدأ بسم الله. ها نستمر. أحسنتم. طيب بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة: دية ما دون النفس. ما دون النفس، تقدم معنا الكلام عن دية النفس، الآن الكلام على دية ما دون النفس، كدية الطرف كيد أو رجل أو الأصبع، ودية منفعة من المنافع كالكلام أو السمع أو البصر. قال رحمه الله: دية ما دون النفس من أطراف ومعان وجروح قد تكون كدية النفس، قد تكون كدية النفس كما في قطع اللسان. واضح؟ قطع اللسان فيه دية كاملة، 100 من الإبل، قطع اللسان فيه دية كاملة. القاعدة في هذا أن ما كان في الجسد واحد منه كاللسان ففيه دية كاملة، لا يوجد لسانان. قال بعض العلماء: خلق الله للإنسان لسانا وخلق له أذنين ليكون ما يسمع أكثر مما يتكلم، يتكلم قليلا يسمع كثيرا. اليوم العكس، يتكلم كثيرا يسمع قليلا وينتفع بأقل. نعم، هذه زيادة مني مدرجة. قال بارك الله فيكم: ودية ما دون النفس من أطراف ومعان وجروح قد تكون كدية النفس كما في قطع اللسان. قال: لناطق ولو لألكن وأردت وألثغ وطفل وفي لسان الأخرس حكومة. الأخرس الذي لا يتكلم لسانه فيه حكومة يقدرها القاضي، يحكم بها القاضي. قال: وكاللسان الحشفة رأس الذكر في قطعه دية كاملة. والمارن، مارن الأنف ما لان منه، تمام. والإفضاء، الإفضاء هذا نتركه لا نشرحه، تمام. قال: وإذهاب العقل، تمام بارك الله فيكم. قال: كإذهاب الكلام والشم من المنخرين والسمع من الأذنين. قال: وكسر الصلب، الصلب هنا في الظهر، إذا كسر بحيث أنه لا يستطيع المشي خلاص يصبح ماذا؟ مشلولا. وكسر الصلب المفوت للمشي أو الجماع، هذا كله فيه دية كاملة. وقد تكون نصفها كما في قطع اليد أو الرجل. قال: وكما في قطع الأذن الواحدة أو سمع إذهاب سمع أذن واحدة وإزالة عين واحدة أو إزالة البصر من عين واحدة وحلمة المرأة، فيها نصف دية. إزالة الحلمتين فيها دية كاملة. قال: والخصية أي إزالة خصية واحدة نصف الدية. والألية ونصف اللسان ونصف العقل بأن كان يجن يوما ويفيق يوما. قال: وقد تكون ثلث الدية كما في الجائفة. والجائفة هي جرح ينفذ إلى جوف باطن محيل، يصل إلى جوف باطن محيل أو طريق له كبطن وصدر، يعني يصل إلى بطن أو صدر، تمام. وكما في المأمومة التي تصل إلى أم الرأس. وثلث اللسان أي في قطع ثلث اللسان تجب ثلث دية. وثلث الكلام وأحد طرفي الأنف أو الحاجز. الأنف له ثلاثة أطراف، هذا
وهذا والحاجز بينهما. في إزالة واحد ثلث دية، في إزالة الثلاثة المارن يسمى دية كاملة. قال: وقد تكون ربع الدية كما في جفن العين. جفن العين، هنا جفن وهنا جفن وهنا جفن وهنا جفن، أربعة، في كل واحد ربع الدية. قال: ولو لأعمى، وكما في ربع اللسان وربع الكلام. وقد تكون عشر الدية كما في الإصبع. تمام، إصبع، إصبع، أصبع، عشر لغات، افعل ما شئت. تمام. قال: من يد أو رجل، وكهاشمة مع إيضاح. هاشمة مع إيضاح، إيش معنى هاشمة؟ الهاشمة التي تكسر العظم، تكسر العظم، مع إيضاح أي مع ظهور العظم، فهي هاشمة وموضحة. خمس وخمس، كم صارت؟ عشر من الإبل، وهي عشر الدية. تمام. قال: وقد تكون نصف عشرها كما في موضحة فقط، إذا كانت الموضحة في الرأس أو الوجه. تمام، أيوة. ثم قال: بارك الله فيكم، والموضحة هي أحد الشقاق الإحدى عشرة. الآن سنقرأها سريعا. الشقاق، الجراحات الإحدى عشر، أولها الحارصة. إيش معنى الحارصة؟ الحارصة خدش يكون في الجلد. أحيانا شخص بظفره عنده ظفر يفعل بك هكذا، يكون خدش في الجلد، هذا يسمى حارصة. قال: وهي ما تشق الجلد قليلا، هل تسمى ماذا؟ حارصة. قال: والثانية الدامية. الدامية تشق الجلد وتخرج الدم. الأولى الحارصة تشق الجلد لكن بدون دم. قال: وهي ما تدمي الشق، لكن تدمي بلا سيلان، الدم لا يسيل، فقط يظهر الدم لكن دون أن يسيل. والثالثة الدامعة، وهي التي تدمي مع سيلان الدم، يعني تشق الجلد ويخرج الدم ويسيل. رابعتها الباضعة. الباضعة هي التي تقطع اللحم الذي بعد الجلد. يعني الآن هنا توجد طبقة من الجلد، بعد الجلد ماذا يوجد؟ لحمة. بعد اللحم ماذا يوجد؟ عظم. بين اللحم والعظم يوجد غشاء رقيق يفصل. إذا كنت تنظر إلى الأضحية، عندما تنزع اللحم من العظم يوجد غشاء رقيق بينهما. فقال هنا، قال: رابعتها الباضعة، وهي ما تقطع اللحم بعد الجلد. خامستها المتلاحمة، وهي التي تغوص في اللحم، تغوص، تدخل في اللحم لكن لا تصل، لا تصل إلى العظم أو إلى ما قبل العظم من الغشاء الرقيق. قال: سادستها السمحاق، هذه وهي التي تصل إلى عظم بعد خلق الجلدة، ولو عفوا، وهي التي تصل إلى جلدة العظم التي بينه وبين اللحم، تصل إلى الجلدة التي بين اللحم والعظم، فهمنا؟ قال: سابعتها الموضحة، وهي التي تصل العظم بعد خرق الجلدة ولو بغرزة إبرة، تصل إلى العظم. تمام، تسمى ماذا؟ الموضحة. لماذا سميت الموضحة؟ لأنها توضح العظم، يصبح العظم واضحا. قال: ثامنتها الهاشمة. إيش معنى الهاشمة؟ التي تكسر العظم، قد تكسر العظم دون أن يظهر العظم. كان أخذ الإنسان حديدا وضرب يد آخر فانكسر عظمه دون أن يظهر، ممكن، واضح أو لا؟ هذه تسمى ماذا؟ الهاشمة، التي تكسر العظم. قال: وهي التي تهشم العظم وإن لم توضحه، أي وإن لم يظهر. تاسعتها المنقلة، وهي التي تنقل العظم من مكانه. تمام؟
إلى محل آخر وإن لم توضح العظم ولم تهشمه. تمام؟ يعني مثلا من هنا ينقل هذا العظم، هذا في مفصل، يخرجه من المفصل تنقله إلى مكان آخر، واضح؟ قال المأمومة وهي التي تصل إلى خريطة الدماغ المحيطة به. أوه. الدماغ هذا داخل كيس في العقل، فهذه ضربة كسرت العظمة ووصلت إلى الكيس هذا الذي يحيط بالدماغ، هذه تسمى مأمومة. 11 الدامغة، الدامغة التي تصل إلى الدماغ، وهي التي تخرق خريطة الدماغ. ثم قال ولا قود، ما في قصاص. قود إيش معنى قود؟ قصاص. ما في قصاص في الشجاج إلا في الموضحة فقط، هذه 11 ما فيها قصاص إلا في الموضحة. لماذا في الموضحة؟ لأنها لما أوضحت العظم أمكن التقدير فيها، أمكن المماثلة. قال إلا في الموضحة ولو في باقي البدن بشرطه، ويجب في كل من الهاشمة 1 والمنقلة 2 والموضحة 3 إذا لم يكن فيها قود نصف عشر دية صاحبها، نصف العشر إذا كان حرا مسلما ذكرا 5 من الإبل. قال وفي المأمومة والدامغة ثلث الدية كالجائفة، وقد مر معنا هذا قبل قليل. وليس في البقية أرش مقدر بل حكومة يحكم بها القاضي، يعني مثال الحارسة والدامعة التي يخرج منها الدم ويسير قليلا، هذه ليس فيها دية وليس فيها قود من باب أولى، وإنما حكومة يقدرها من؟ القاضي. ثم قال لك القسامة. القسامة هذه نادرة الوقوع، نادرة جدا. قال لك القسامة معناها حلف المدعي بالقتل على معين. انتبه معي بارك الله فيك. القسامة معناها حلف المدعي. أسألك سؤالا، الأصل أن الذي يحلف هو المدعي أو المدعى عليه؟ من الذي يحلف؟ المدعي أو المدعى عليه؟ على من البينة؟ من الذي يحضر البينة؟ ماذا يقول في الحديث؟ البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، أي من أنكر، صح؟ أحسنتم. إذن الأصل من الذي يحلف؟ المدعي أو المدعى عليه؟ المدعى عليه. القسامة أو القسامة خرجت عن الأصل، خالفت الأصل، فالذي يحلف في القسامة ليس هو المدعى عليه بل المدعي. المدعي هو الذي يحلف. مثاله أن يوجد شخص مقتول في مكان له فيه أعداء ولا يعلم قاتله، فيدعي وارثه ولي الدم أن الذي قتله فلان. عندك بينة؟ ما عندي بينة. إيش بتعمل؟ أحلف، سأحلف أن الذي قتله فلان لعداوة كانت بينهما أو قد هدده من قبل بالقتل، قال له سأقتله أو نحو ذلك، إذن سأحلف أنا. هذه قسامة. احلف 50 يمينا أن فلانا هو الذي قتل، وانتظر، إذا حلفت عليك أن تبين نوع القتل، هل هو قتل عمد أو شبه عمد أو قتل خطأ. فحلف 50 يمينا أن زيدا هو الذي قتل وبين نوع القتل، وعليه أن يشرح الفرق بين قتل العمد وشبه العمد والخطأ، لأنه قد يظن أن قتل شبه عمد عمدا، قد يظن أن شبه عمد خطأ ونحو ذلك. فإذا حلف 50 يمينا ما الذي يترتب؟ ما الذي يترتب إذا حلف 50 يمينا؟ يترتب على ذلك القصاص. لا، ما في قصاص في القسامة. ما الذي يترتب؟ يترتب على ذلك الدية، يجب على هذا الشخص أن يدفع الدية له. فهمنا؟
انظر ماذا قال. هذا باختصار القسامة. قال: القسامة حذف المدعي بالقتل على معين. إذن من الذي يحلف؟ طيب المدعي أو المدعى عليه؟ المدعي. ها المدعي هو ادعى أن زيدا قتل، ادعى. طيب إذا حلف المدعى عليه قال مثلا: أنا لم أقتل، وحلف، هل هذا يعتبر قسامة؟ لا، ليس قسامة. القسامة حلف المدعي ليس المدعى عليه. ولذلك قال لك هنا: حلف المدعي ابتداء. ابتداء إيش معنى ابتداء؟ أخرج ما لو امتنع المدعى عليه من الحلف وحولت الأيمان إلى المدعي. الآن هذه ليست ابتداء وإنما مردودة تسمى، هذه ليست قسامة. قال: حلف المدعي ابتداء بأن كان هناك لوث. إيش معنى لوث؟ قرينة، قرينة على أنه قتل، كعداوة سابقة بينهما. بأن كان هناك لوث وحلف المدعي 50 يمينا. واضح؟ طيب إذا كان المدعي ليس واحد، كان المدعي 2، زيد المقتول عنده ابنان خالد وأحمد، نقول: يا أحمد احلف 25 يمين، وأنت يا خالد 25 يمين، يتقاسمونها. تمام. قال: بخلاف ما لو كانت من جانب المدعى عليه ابتداء بأن لم يكن هناك لوث وحلف المدعى عليه فلا تسمى قسامة وإن كانت 50 يمينا. وكذا لو ردها المدعى عليه حينئذ على المدعي فحلف 50 يمينا فلا تسمى قسامة أيضا، لأنها ليست من جانب المدعي ابتداء بل ردا. قال: حكم القسامة. قال: حكم القسامة الجواز بخمسة شروط. الشرط الأول: كون المدعى قتلا لا جناية على طرف. فلو قال: قطع يدي، أو قطع يدي عمدا، واضح، وهو لا يعلم القاطع، لكن هناك قرينة تدل أو تشعر أن القاطع فلان، كأن مثلا شخص أخذ وعصبت عيناه ثم قطعت يده. من قطع يدك؟ لم أعرف، لكن الصوت يشبه صوت فلان، وهو بيني وبينه عداوة. تثبت؟ يوجد بينة؟ ما يوجد بينة. واضح؟ هل تقام القسامة؟ ما في قسامة. القسامة تكون في القتل لا في الجناية على الأطراف. مثلا قال: فلا تقع في طرف ولا في إزالة معنى، لأنها لم ترد إلا في القتل. والقول فيهما قول المدعى عليه فيحلف 50 يمينا، لأن أيمان الدماء كلها 50 يمينا، بخلاف الأموال فإن اليمين فيها واحد. قال: وكونه مفصلا، أي وكون القتل المدعى مفصلا. إيش معنى مفصلا؟ يعني يفصل، هل هو قتل عمد؟ هل هو شبه عمد؟ هل هو قتل خطأ؟ الشرط الثالث: قال: وتعيين المدعى عليه، يعين: أنا أتهم فلان أنه هو الذي قتل. ما يكفي يقول واحد من هذه المدينة، ما يكفي، يعين. تمام. الشرط الرابع: وجود لوث، واللوث معناه القوة، ويقال للضعف لوث، يعني هذا يسمى في اللغة العربية من الأضداد، يطلق على هذا وهذا، مثل قرء يطلق على حيض وطهر، مثل عزر يطلق على وقر وأدب، هذا وهذا. تمام. بسم الله. قال: وبين كل والمعنى الشرعي مناسبة، إلى آخر ما قال، هذا يعني ممكن أن تقرأه. قال: أي
قرينة لصدق المدعي. ما مثال القرينة؟ كأن وجد قتيل في محلة منفصلة عن بلد كبير، أو تفرق عنه محصورون، يعني كانوا مثلا 5 في بستان، خرج 4 والخامس لم يخرج فوجد مقتولا، لعل واحدا منكم هو الذي قتله. قرينة قوية، تمام. أو أخبر بقتله عدل، القتل بماذا يثبت؟ بعدلين، يقول شاهدنا فلان يقتل فلانا. طيب ما عندنا عدلين، عندنا عدل واحد، قال شاهدت فلان يقتل فلانا، هل هذا يكفي في القصاص؟ لا، ما يكفي، عدل واحد ما يكفي. واضح؟ بارك الله فيكم. أيوة، تقوم القسامة، نعم تقوم القسامة. قال أو أخبر بقتله عدل أو عبدان أو امرأة أو امرأتان أو صبية أو فسقة أو كفار. باختصار أن يشهد على القتل من لا تقبل شهادته، واضح؟ قال وأن يحلف المدعي 50 يمينا فيقول والله إن زيدا هذا قتل أبي قتل عمد، والله إن زيدا هذا قتل أبي قتل شبه عمد، والله إن زيدا هذا قتل أبي قتل خطأ، هكذا، تمام. ويرفع نسبه زيد بن فلان بن فلان حتى يعرف. ثم قال الواجب بالقسامة، هل يجب بالقسامة دية كما قلت لكم؟ عفوا، هل يجب بالقسامة قصاص؟ قصاص ما في قصاص، دية فقط. قال الواجب بالقسامة، قال قبل ذلك وأن يحلف المدعي 50 يمينا ولو متفرقة، فلا يشترط في الأيمان التوالي، أن تكون على سبيل التوالي. قال فإن تعدد المدعي حلف كل بقدر حصته من الإرث وجبر المنكسر. مثال، كان عنده 3 أبناء، 3 أبناء، فهؤلاء الأبناء ادعوا أن زيدا هو القاتل لأبيهم، يحلفون كم؟ 50 يمينا. قسم 50 على 3 من كم؟ 26، 16، صح، 16 صح، لكن يبقى 2، إذن نقول 16 لكل واحد، لا، هذا الاثنين يصبح واحدا، إذن أنت تحلف كم؟ 17، وأنت تحلف كم؟ 17، وأنت تحلف كم؟ 17، فهمنا؟ قال ويجبر وجبر المنكسر، فإن نكلوا، ما حلفوا، قالوا لا نحلف. أنتم تتهمونه أنه قتل أباكم؟ قالوا نعم. تحلفون؟ قالوا لا نحلف، لن نريد أن نحلف. قال فإن نكلوا ردت الأيمان على المدعى عليه، نقول أنت أيها المتهم الآن بالقتل احلف، احلف أنك ما قتلت، واضح؟ ردت الأيمان على المدعى عليه. فإن تعدد المدعى عليه حلف قال فإن تعدد أي المدعى عليه حلف كل واحد 50، لا يشتركون في 50، يعني نفترض حتى تكون الصورة واضحة بارك الله فيكم، انتبهوا معي، هؤلاء الثلاثة أبناء زيد 1 2 3 أبناء زيد، اتهموا أن عمرا وخالدا قتلوا أباهم ولا بينة، يحلفونهم، رفضوا، نحن لا نحلف، تتحول الأيمان إلى من؟ إلى المدعى عليهم، احلفوا أنتم، هذا يحلف 50 وهذا 50، هنا لاحظ معي المجموع 50 لكن هنا كل واحد 50، لأن الحلف من جانب المدعى عليه وليس من جانب من؟ المدعي.
قال: الواجب بالقسامة الدية على المدعى عليه في العمد، الدية فقط، وليس فيه هنا قواد، ما في قواد، ما في قصاص. في القديم، في القديم في المذهب الشافعي أن الذي يجب بالقسامة القصاص، في القول القديم. الجديد لا، الجديد يجب الدية فقط. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: إما أن تدوا صاحبكم أو تأذنوا بحرب من الله. سبحان الله، أظن هذا هو الموضع الوحيد الذي ذكر فيه الدليل، صح؟ هو في العادة لا يستدل. هل قد مر معنا أنه ذكر الدليل؟ طبعا في مصارف الزكاة ذكر الآية، لكن في التعليقات أظن هذا لم يسبق أننا قرأنا استدلالا له إلا في هذا الموضع. واضح، بارك الله فيكم. قال: الواجب بالقسامة الدية على المدعى عليه في العمد وعلى عاقلته في غير العمد. واضح، يعني إذا كان خطأ أو شبه عمد فالدية على من؟ على العاقلة، وقد مر هذا. قال: حد الزنا. تفضل بالقراءة. تفضل. أحسن الله إليكم. قال: الزنا. قال رحمه الله تعالى: الزنا. الزنا هو إيراج المكلف الواضح حشفته الأصلية المتصلة أو قدرها عند فقدها في فرج واضح محرم لعينه في نفس الأمر مشتها طبعا مع الخلو عن الشبهة. حد الزاني المحصن. حد الزاني المحصن الرجم بحجارة معتدلة حتى يموت. نعم. حد الزاني الغير المحصن. حد الزاني الغير المحصن 100 جلدة وتغريب عام إن كان بالغا عاقلا حرا، ونصف ذلك إن كان بالغا عاقلا رقيقا، ولا حد على الصبي والمجنون. المحصن. المحصن هو البالغ العاقل الحر الذي غيب حشفته أو قدرها من مقطوعها حال بلوغه وعقله وحريته بقبل في نكاح صحيح. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. حد الزنا. قبل أن نتطرق لحد الزنا، أحب أن أقول لكم إن العقوبات في الإسلام، إن العقوبات في الإسلام تنقسم إلى 4 أقسام: إما أن تكون عقوبة أصلية، أو عقوبة تابعة، أو عقوبة بديلة، أو عقوبة تكميلية. العقوبات في الإسلام إما أن تكون عقوبة أصلية، مثل القصاص على الجاني والرجم على الزاني المحصن، هذه عقوبة إيش؟ أصلية. وإما أن تكون عقوبة بديلة كالدية بدلا من القصاص، هذه عقوبة بديلة. وإما أن تكون عقوبة تكميلية، واضح؟ وإما أن تكون عقوبة، أولا عقوبة تابعة وبعدين عقوبة تكميلية. عقوبة تابعة مثل حرمان القاتل من الميراث، هذه عقوبة تابعة، القاتل لا يرث، هذه عقوبة تابعة. وعقوبة تكميلية مثل تعليق يد السارق بعد قطعها، بعد أن تقطع يد السارق تعلق على صدره، تربط وتعلق على صدره، هذه عقوبة تكميلية. إذن كم صارت العقوبات الآن؟ 4: عقوبة أصلية كالقصاص والرجم، وعقوبة إيش قلنا؟ تابعة، تمام، أو أولا بديلة، بديلة مثل إيش قلنا؟ الدية، وعقوبة تابعة مثل الحرمان من الإرث، صح؟ وعقوبة بارك الله فيكم تكميلية مثل تعليق يد السارق. فهمنا؟ إذا تقرر هذا فالزنا من أعظم الجرائم التي تفسد المجتمعات،
وتنشر الفواحش والأمراض، وهي سبب الفقر أو من أسباب الفقر، واضح بارك الله فيكم، وسبب سخط المولى سبحانه وتعالى على عباده. قال الله عز وجل في كتاب الكريم: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولذلك جاءت عقوبة الزنا عقوبة شديدة، ليردع من سولت نفس له نفسه بارتكاب هذه المعصية. قال: حد الزنا. الحد لغة معناه المنع، لأنه يمنع الفاحشة، وشرعا عقوبة مقدرة وجبت زجرا عن ارتكاب ما يجيبها. عقوبة مقدرة، إيش معنى عقوبة مقدرة؟ قال: فإن الشارع هو الذي قدرها، فلا يزاد عليها ولا ينقص منها. قدر الشارع أن حد الزاني البكر 100 جلدة لا يزاد ولا ينقص، وأن حد القاذف 80 جلدة لا يزاد ولا ينقص، وخرج بذلك التعزير، فإنه عقوبة غير مقدرة بل موكولة إلى رأي الإمام كما سيأتي. قال: الزنا هو إيلاج. انتبهوا للتعريف، مهم، فيه قيود كثيرة تزيد على 9 قيود. الزنا هو إيلاج المكلف. قال: ولو سكران متعديا بسكره. لو زنى وهو سكران متعدي بسكره فإن هذا الزنا يترتب عليه الحد. قال: وخرج به الصبي والمجنون، فليس إيلاج كل منهما زنا حقيقة، بل هو زنا صورة. واضح؟ قال: الواضح خرج به الخنثى المشكل إذا أولج آلة الذكور في فرج، فلا يسمى إيلاجه زنا. لماذا؟ لاحتمال أن ما أولجه عضو زائد ليس عضوا أصليا. قال: لاحتمال أنوثته وكون هذا العضو زائدا. قال: إيلاج المكلف الواضح حشفته، أي رأس الذكر، خرج غيرها كأصبعه، وخرج لو أولج بعض الحشفة أي بعض رأس ذكره، فلا يسمى زنا. قال: الأصلية خرج بها الزائدة ولو احتمالا، كما لو اشتبه الأصلي بالزائد وأولج أحدهما فلا نحكم بأن ذلك زنا للشك في كونه أصليا. قال: أو قدرها من فاقدها، كشخص قطعت حشفته فأولج جزءا من الذكر بقدر الحشفة، فإن هذا يسمى زنا. تمام. قال: فلو أدخلت أي المرأة حشفة ذكر مبان فرجها لم يسمى ذاك زنا لعدم الاتصال. تمام. قال: فلو أدخل بعد ذلك، قال: عند فقدها. قال: فلو أدخل قدرها عند وجودها، كأن ثنى ذكره وأدخل قدرها، فلا يسمى إيلاجه زنا. واضح هذا وغير واضح؟ يعني لو عطف ذكره وأدخله معطوفا لا يكون زنا. تمام، لأنه لم يدخل الحشفة، لا يحتاج إلى شرح. قال: في فرج، فمتى وطئ فيما دون الفرج عزر فقط. مثلا وطئ سرتها أو نحو ذلك، تعزير فقط، ليس زنا. تمام. قال: واضح خرج به فرج الخنثى المشكل، فإن الإيلاج فيه لا يسمى زنا لاحتمال كونه ليس أصليا. قال: محرم لعينه، خرج المحرم لا لعينه بل لعارض، كعارض حيض ونحوه. فلو وطئ زوجته وهي حائض، هل فرج زوجته الحائض محرم لعينه؟ لا، بل لعارض وهو الحيض. أو صائمة أو محرمة لم يكن زنا، وإن كان قد يعزر بارك الله فيكم.
قال محرم لعينه في نفس الأمر، أي في الواقع ليس في ظنه، خرج به ما لو وطئ زوجته يظنها أجنبية. رجل رأى امرأة ظنها أجنبية، تمام، وأخذها إلى مكان مظلم وجامعها يظنها أجنبية ويظن نفسه يزني، وبعد الجماع تبين أنها زوجته، واضح أو لا؟ هل يعتبر زنا؟ لا يعتبر زنا، وإن كان يأثم على قصده السيء لكن لا يقام عليه الحد، لأنها في نفس الأمر زوج له. قال خرج به ما لو وطئ زوجته يظنها أجنبية. طيب بارك الله فيكم، إذا وطئ زوجته وهو يظنها أجنبية، تمام، إذا وطئ زوجته وهو يظنها أجنبية، الشبهة عند من الآن؟ هل عنده شبهة؟ ما في شبهة، هو قاصد للإثم، هو قاصد للإثم. قال فليس زنا، فليس ذلك زنا، لأنه وطأها وإن كان محرما في ظنه ليس محرما في نفس الأمر. قال مشتها طبعا، مشتها طبعا خرج به وطء الميتة والبهيمة، فإذا وطئ ميتة أو وطئ بهيمة فهذا ليس زنا، لكن يعذر لوطئه الميتة، لأن وطأ الميتة مما ينفر عنه الطبع، واضح، فلم يكن فيه حد الزنا، تمام. قال مع الخلو عن الشبهة، خرج به وطء الشبهة، والشبهة ثلاثة أنواع، إما شبهة فاعل، وإما شبهة محل، وإما شبهة طريق. قال سواء كان شبهة فاعل، إيش معنى شبهة فاعل؟ أي أن الشبهة تقوم بالإنسان بالفاعل نفسه، مثاله كأن وطئ أجنبية يظنها زوجته، عاد إلى بيته، دخل غرفته، نام، وبجانبه امرأة نائمة يظن أن المرأة النائمة زوجته، فإذا بها أخت زوجته مثلا أو صديقة زوجته مثلا وهو لا يعلم، جامعها، واضح أو لا؟ هذه تسمى شبهة ماذا؟ شبهة فاعل، الشبهة قامت به هو الذي يظنها زوجته، تمام. وهذا الوطء أي وطء الشبهة لا يصف بحل ولا بحرمة، لا يقال عنه حلال ولا حرام، تمام. قال أو شبهة طريق، إيش معنى شبهة الطريق؟ وهي الشبهة التي قال بحلها عالم، كمن نكح امرأة بلا ولي، فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يصحح هذا العقد، واضح. إذن هناك من فتح طريقا، أي من صحح هذا العقد، هذه تسمى شبهة ماذا؟ شبهة الطريق. قسم الثالث شبهة محل، كوطء أمة مشتركة، زيد وعمر اشتريا أمة، هذه الأمة يملك زيد نصفها وعمر نصفها، الأصل أنه ليس لواحد منهما الوطء، هذا الأصل، واضح، هذا الأصل، فقام واحد منها ووطئ ظانا أنه عندما يملك النصف يجوز له الوطء، واضح. هذه تسمى شبهة ماذا؟ محل، الشبهة قائمة في المحل الذي هو الأمة. إذن كم أنواع الشبهة؟ شبهة فاعل، وشبهة ماذا؟ وشبهة طريق، وشبهة محل، فهمنا؟ ثم انتبه معي، إذا كانت الشبهة في الفاعل، إذا كانت الشبهة في الفاعل فإن النسب يثبت له حتى وإن كان المفعول بها ليس عندها شبهة. قلت لكم قبل قليل وطئ امرأة يظنها زوجته وهي ليست زوجته، وهي علمت بذلك، علمت أنه يطأها لكنها تركت الأمر،
هي زانية، هي زانية، طيب وهو واطئ شبهة حملت من ذلك الوطأ، هل ينسب إليه أو لا ينسب إليه؟ نعم ينسب إليه، لأنه صاحب شبهة ينسب إليه. فهمنا بارك الله فيكم، ينسب إليه. تمام. صورة ثانية، وطئ امرأة يظنها زوجته وهي تظنه أنه زوجها، ممكن أو غير ممكن؟ ممكن، وتحصل في بلادنا قبل سنوات. عادتنا عند القبائل أن الزوج لا يعرف زوجته إلا عندما تدخل عنده في البيت فقط، ما لا يراها، لا في خطبة ولا في خطبة ولا في عقد ولا في شيء، ما يعرفها. فأخوان تزوجا من أختين، حصلت يعني، لم ليست من نسج الخير، حصلت. فزفت هذه لزوج أختها، وزفت هذه لزوج أختها. فهمنا بارك الله فيكم. أيوة، وحصل الدخول، هي تظن أن هذا زوجها وهو يظن أن هذه زوجها، ما علموا إلا في اليوم الثاني. هنا الشبهة حصلت من الفاعل والمفعول. نعم، يثبت النسب، يثبت النسب، واضح، يثبت النسب. كيف المخرج في هذا؟ كل واحد يطلق زوجته التي كان العقد عليها ونعقد عقد جديد على الثاني وخلاص، تستمر الأمور، ما في مشكلة، عادي صلح، هذا ما في مشكلة. فهمنا بارك الله فيكم. أيوة، هذا أمر جيد، وهكذا فعلوا، هكذا كل واحد كيف شفت تمام، قالت خلاص تمام، مقبول مقبول خلاص، بسم الله، واضح، بارك الله فيكم. أيوة، يثبت النسب ولا يثبت النسب؟ يثبت النسب، جيد، يثبت النسب. وتعتد، تعتد أو لا تعتد في هذه الصورة؟ تعتد أو لا تعتد؟ تعتد عدة وطئ الشبهة ويثبت لها المهر. تمام. طيب الآن هذا إذا كانت الشبهة عنده، أو كانت الشبهة إيش؟ عندهما. طيب لو كانت الشبهة عندها فقط، كانت الشبهة عندها فقط، هي تظنه أنه زوجها وهو يعلم أنها ليست زوجته، هو زاني، هل يثبت له النسب؟ هل ينسب الطفل إذا حملت إليه؟ واضح الصورة؟ هو ليس عنده شبهة، يعلم أنها لا تحل له، أما هي لا تدري، تظنه زوجا لها. فهمنا؟ فجامعها، حملت، هل ينسب له أو لا ينسب؟ لا ينسب له، لأنه زاني. الولد للفراش وللعاهر الحجر، هنا لا ينسب له. فهمنا بارك الله فيكم. نعم. أيوة، قال لكم بعد ذلك: حد الزاني المحصن، حد الزاني المحصن الرجم بحجارة معتدلة حتى يموت. قال: الرجم بحجارة معتدلة، قال: بحيث تكون بقدر ملء الكف، الحجر هكذا، لا بحصن صغيرة، لا بحصن صغيرة مثل هذه، هذا صغير هذا. تمام. لئلا يطول عليه الألم، ولا بحجارة كبيرة، يأخذ حجرة هكذا يحملها بيدينا، لا. لماذا؟ لئلا يموت حالا فيفوت المقصود وهو التنكيل. وقال الفقهاء: يجب أن يتقى الوجه عند الرمي، يعني لا ترمي إلى وجهه. نعم. قال بارك الله فيكم: حد الزاني الغير محصن، حد الزاني الغير محصن 100 جلدة ولاءً، واحدة ثم الثانية والثالثة والرابعة وهكذا. فإن فرقها نظر تفصيل، فإن دام الألم لم يضر، وإن زال الألم، فإن كان الذي قد مضى 50
لم يضر، نكمل الباقي. أما إذا كان الذي قد مضى أقل من 50 يعني 20 وتوقف حتى زال الألم، قال يعيدها من أولها. قال فإن كان الماضي 50 لم يضر لحصول حد في الجملة وهو حد الرقيق، وإن كان دونها أي أقل من 50 وجب الاستئناف أي من أولها. قال وتغريب عام، تغريب عام إلى مسافة القصر فأكثر. قال وتغريب عام، قول وتغريب عام هل هذا خاص بالزاني الذكر أو يشمل الأنثى أيضا؟ حتى الأنثى تغرب أو الذكر فقط يغرب؟ الذكر والأنثى، لكن الأنثى لا تخرج إلا مع زوج أو محرم، لا تخرج إلا مع زوج أو محرم. يسأل سائل كيف لا تخرج إلا مع زوج إذا كانت متزوجة يعني محصنة يعني حدها الرجم، كيف يعني؟ نقول كأن زنت ثم تزوجت، بعد الزنا تزوجت، فهمنا؟ كأن زنت ثم تزوجت، ما في مشكلة. وهنا قد تأتي مسألة وهي هل يجوز الزواج بالزانية؟ نعم. هل يجوز الزواج بالحامل؟ أقصد هكذا، هل يجوز الزواج بامرأة حامل من الزنا؟ نعم يجوز، سواء كان الزوج هو الذي زنى أو غيره. هل يجوز وطؤها وهي حامل من الزنا؟ يقول لا. هو يقول لا. هل يجوز وطؤها وهي حامل من الزنا؟ تفصيل بين ماذا وماذا. ايوه يجوز. طيب واذا كان غيره؟ يجوز وطؤها من الزوج سواء كان هو الزاني او غيره، لان حمل الزنا لا حرمة له. واضح؟ اذن يجوز. انتبه معي، وهذه مسألة يسأل عنها وهي مهمة. يجوز الزواج بالحامل من الزنا، واحد، سواء كان الزوج هو الذي زنى أو غيره، اثنين، ثلاثة، والأصح أنه يجوز له وطؤها حتى مع كونها حامل من الزنا، فهمنا؟ الرابع، وإذا تزوجها وأتت بالحمل في فترة الإمكان أي لستة أشهر، تمام، فإن الولد ينسب له أي لهذا الزوج، إلا إذا أتت به لدون ستة أشهر فلا ينسب لها، فهمنا؟ أما إذا أتت به لستة أشهر أي لأكثر من ستة أشهر، تمام، فإنه ينسب لها، لأن الأصل أن الولد لمن؟ أيوة للفراش، والآن هذا زوج يعني ينسب له، هذا الأصل، هذا زوج، تمام؟ أيوة. وضحت هذه المسألة؟ وضحت إن شاء الله. قال وتغريب عام، إذن التغريب بارك الله فيكم للذكر والأنثى، ويكون إلى مسافة القصر. وإذا عين الإمام جهة للتغريب، كأن قال الإمام التغريب يكون مثلا إلى منطقة كذا، لا يجوز له أي للمغرب أن يختار مكانا آخر، بل يلتزم بما عينه القاضي، فهمنا؟ قال رحمه. طيب مؤنة التغريب على من؟ هو عندما يتغرب يحتاج إلى نفقة، هناك من يدفع النفقة؟ القاضي أو هو يتحمل النفقة، مؤنة التغريب. طيب انتبه معي، التغريب كم يكون؟ سنة، صح؟ سنة. من متى تبدأ؟
من يوم السفر أو من يوم الوصول؟ من يوم السفر، تمام، أظن سيذكر هذا. قال بارك الله فيكم: إلى مسافة القصر فأكثر، فلو رجع إلى دون مسافة القصر رد، أي رد إلى مسافة القصر، واستؤنفت المدة، تمام. قال: فإن كان غريبا، يعني نفترض أنه زنى في مكان هو غريب فيه ليس بلده، قال: فإن كان غريبا غرب إلى غير بلده، لا نرده إلى بلده، يغرب إلى مكان آخر. قال: ولا بد أن يكون بين البلد الذي يغرب إليه وبين بلده مسافة القصر كالمسافة التي بينه وبين بلد الزنا، وتحسب مدة العام من أول سفر الزاني لا من وصوله إلى مكان التغريب. قال: حد الزاني الغير محصن 100 جلدة وتغريب عام إن كان بالغا عاقلا حرا، ونصف ذلك إن كان بالغا عاقلا رقيقا، ولا حد على الصبي والمجنون، بل يؤدبان بما يزجرهما عن الوقوع في الزنا إن كان لهما نوع تمييز. طيب من هو المحصن؟ الآن نحن قلنا الزاني المحصن ما حده؟ الزاني المحصن ما حده؟ الرجم. من هو المحصن؟ قال: المحصن هو البالغ العاقل الحر الذي غيب حشفته أو قدرها من مقطوعها حال بلوغه وعقله وحريته بقبل في نكاح صحيح. انتبه معي، المحصن هو البالغ العاقل الحر الذي حصل منه جماع في نكاح صحيح. حصل منه ماذا؟ جماع في نكاح صحيح. طيب لو حصل منه جماع لأمة هل يعتبر محصنا؟ لا. طيب عنده أمة، يملك أمة حتى ولو، لكن لو كان متزوجا بأمة نعم هو محصن، فهمنا؟ طيب لو حصل له جماع في أثناء جنونه، في أثناء جنونه هل يعتبر محصنا؟ لا. حصل منه جماع في أثناء صباه؟ لا. حصل منه جماع في أثناء رقه عندما كان عبدا؟ لا. طيب حصل منه جماع في حال بلوغه وعقله وحريته في نكاح صحيح لكنه بعد أن طلق أو مات زوجته بخمس سنوات زنى، فعندما زنى لم يكن متزوجا، هل يعتبر محصنا أو لا؟ يعتبر محصن ويرجع، فهمنا؟ قال لكم هنا: فلا إحصان بوطئ في ملك يمين، ولا بوطئ شبهة أو نكاح فاسد، ولا إحصان لصبي ومجنون ومن به رق، فلا يرجم من وطئ وهو ناقص. إيش معنى ناقص؟ أي صبي أو مجنون أو عبد ثم زنى وهو كامل، ويرجم من كان كاملا في الحالين وإن تخلى لهما نقص كجنون. أي لو كان كاملا في حال الوطأ في نكاح صحيح وكاملا في حال الزنا فإنه يرجم. طيب أسألكم سؤال: بماذا يثبت حد الزنا؟ متى نقيم الحد؟ بماذا يثبت حد الزنا؟ بالإقرار، وإذا ثبت بالإقرار فله الرجوع سواء رجع في أثناء الحد أو قبل الحد، بس بالإقرار. ويثبت بالبينة وهي 4 شهود عدول، صح؟ طيب وهل يثبت الزنا بالحمل؟ امرأة ليست ذات زوج حملت، هل يثبت الزنا بالحمل بالحبل أو لا؟ ما رأيكم أيها الفقهاء؟ يا فقهاء دورة الياقوت النفيس، هل يثبت الزنا بالحبل أو لا؟ ما رأيكم؟ لا يثبت، لا يثبت عند الجمهور خلافا للمالكية. لماذا لا يثبت؟
قالوا لإمكان وجود حبل بلا وضع بلا علاج، يعني كأن يقذف المني فيدخل المني دون أن يولج الذكر، واضح؟ فتحمل، يمكن هذا، قال، واضح أو لا؟ إذن لا يثبت الزنا بالحبل، تمام. هل يثبت الزنا بعلم القاضي؟ القاضي علم، رأى فلان يزني بفلانة، لكن ما عند القاضي بينة، ما عنده 4 شهود، هل يكفي علم القاضي؟ لا يكفي، لا يثبت الزنا بعلم القاضي. هل يثبت الزنا بالوسائل العصرية اليوم؟ تصوير، فحص حمض النووي، DNA، يثبت؟ لا يثبت، لا يثبت الزنا بالوسائل العصرية، هذه قرائن وليست بينات يثبت بها الزنا. هذه مسألة يمكن أن تضاف على ما ذكره المؤلف. مسألة أخرى، من جامع زوجته في نهار رمضان، واحد، من أتى بهيمة، اثنين، من جامع زوجته في الدبر، ثلاثة، من جامع امرأة أجنبية أو باشرها بغير الفرج، 4، ما عقوبتهم؟ التعزير، التعزير، قال لك في الزبد. ومن أتى بهيمة أو دبر زوجته أو دون حد عزر. قال الفقهاء، من أتى دبر زوجته، من أتى دبر زوجته يعزر إن تكرر منه ذلك، إن تكرر، وإلا فلا يعزر، فهمنا؟ طيب، إذا أتى بهيمة هل يجوز أكل لحمها أو لا؟ خلاص تصبح محرمة اللحم، تقتل البهيمة. طيب هل يؤكل لحمها؟ نقول إذا أتى بهيمة فهذه البهيمة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون مأكولة اللحم، فإن كانت مأكولة اللحم فإنه يجوز ذبحها وأكلها، يجوز ذبحها وأكلها، بل هذا أفضل سترا عليه، لئلا يظل الناس كلما رأوها ذكروا ما فعل بها، واضح هنا؟ هذا أفضل، سواء كانت البهيمة له أو لغيره، لكن أظن أن الفقهاء قالوا إذا كانت لغيره فإنه يضمنها هو، لأن في ذلك مصلحة له، فهمنا؟ هذا إذا كانت البهيمة ماذا؟ مأكولة. طب وإذا كانت غير مأكولة فإنها لا تقتل، لأنني قد قلت لكم أن قلت لكم إن مذهب الشافعية أنه لا يجوز قتل الحيوان غير المأكول ولو لإراحته، قد تقدم معنا هذا. نعم، طيب، بقيت مسألة أو خلاص انتهت؟ بقيت مسألة، قال لك الفقهاء دبر الذكر ودبر الأجنبية كقبل الأجنبية، بمعنى أن الذكر إذا أتى الذكر، الذكر إذا جامع أجنبية في دبرها فهو زنا، أي حكما فهو زنا، وإلا تعريفه اللواط. إذن ما هو اللواط؟ ما تعريف اللواط؟ اللواط معناه أن يأتي الذكر ذكرا في دبره، أو يأتي الذكر أجنبية في دبرها، أجنبية في دبرها. طيب لما أقول أجنبية، ما معنى أجنبية هنا؟ ليست زوجة ولا أمه. شوف، الأجنبية هنا ليست الأجنبية التي في باب نواقض الوضوء، انتبه، هناك الأجنبية من ليست بمحرم، هنا الأجنبية تختلف، تمام. إذن ما هو اللواط؟ اللواط أن يأتي الذكر دبر، أن يجامع الذكر
ذكرا في دبره، أو يجامع امرأة في دبرها، امرأة أجنبية. تمام. الأجنبي أخرج ماذا؟ أخرج الزوج والأمة، فإن جماعهما في الدبر حرام، ويستوجب التعزير إن تكرر كما قلت لكم قبل قليل. فهمنا بارك الله فيكم. طيب، لو جامع الذكر ذكرا في دبره، تمام، فإن الفاعل يفصل فيه التفصيل في الزاني، إذا كان محصن يرجم بالحجارة المعتدلة حتى يموت، وإذا كان غير محصن يجلد ويغرب. هذا من الفاعل. أما المفعول به فإنه لا رجم فيه، لأنه لا إحصان في الدبر، واضح؟ لا رجم فيه، وإنما فيه ماذا؟ الجلد، واضح بارك الله فيكم. نكون بهذا انتهينا من حكم الزنا. كنت أتمنى أن نقرأ القذف وشرب المسكر وأن نختم بالسرقة، لكن للأسف يكاد الوقت أن ينتهي، مع أنني كنت أريد اليوم أن نكمل في الساعة 11، عندي موعد. لا بأس، غدا إن شاء الله نقرأ، لأن الدروس القادمة هذه دروس سهلة سلسة. اليوم أطلنا في الحضانة قليلا وفي الجنايات. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكراً.